آثار الكبير المحترم الدكتور زاهي حواس قال إن رأس نفرتيتي سرقت من مصر ولا بد أن تعود. على التليفون معي صديقنا المحترم عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس. يا عمنا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. معلش أنا بعتذر، أنت كلمتني أنا على الهواء ما عرفش أرد عليك، فأنا آسف جدا. اتفضل. إيه الحكاية دكتور زاهي؟ يعني الحقيقة إن إحنا يعني من يعني 2007 8 بدأنا نجمع مستندات أثبتنا فيها إن رأس الملكة نفرتيتي الموجود في متحف برلين الموجود. أستسمحك يا دكتور زاهي الخط بيتقطع، ممكن تقف في مكان الإرسال واضح فيه؟ صوت واضح دلوقتي؟ معقول شويه، معقول عن الاول شويه، اتفضل يا فندم. يعني بقول لحضرتك ان احنا بدانا نجمع كل المستندات اللي تثبت ان راس الملك بنفرتيتي خرجت بطريقه غير قانونيه، يعني بالمعنى البلد اتسرقت. الراس دي كشفها عالم الاثار الالماني بورخارد 1912، وبعد كده لما بدا عمليه القسمه بين الالمان وبين مصر كان اللي بيعمل الاسم في مصلحة الآثار كان فرنساوي، فحط كل الآثار المهمة آخر الصندوق، وده اللي بيعمل الاسم ما شافش راس نفرتيتي وطلعها خلفة إلى ألمانيا، وقعد مخبيها في بيتربورج 10 سنوات، وبعد كده طلع الراس بعد كده. فإحنا جمعنا كل الأدلة اللي بتثبت التدليس، وأرسلنا أول خطاب رسمي بعد الوقت رئيس الوزراء على اني امضي الجواب عشان نرجع راس الملك نفرتيتي، وارسلت فعلا الجواب. ردوا عليا في 2011، في بدايه 2011، وقالوا عايزين هذا الخطاب يتم امضاءه من وزير الثقافه. في الوقت ده انا كنت اصبحت وزير الدوله لشؤون الاثار. فطبعا الظروف اللي كانت موجوده والضباط والمشاكل كلها ما خلانيش اكتب الجواب. لكن احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا مش عايزين نعمل مشاكل دلوقتي بين الحكومة المصرية وبين الحكومة الألمانية، وبالتالي احنا هنعمل المطلب ده مطلب شعبي. انا بجمع امضاءات دلوقتي من المثقفين المصريين والأجانب عشان نبعت طلب رسمي رجع راس نفرتيتي الى مصر لانها خرجت بطريقة غير قانونية. مجهود رائع ومحترم ومنتظر منك، واحنا كلنا معاك بالتوقعات وبمساندتك الإعلامية. اشكرك. شاكر فضلك المحترم عالم الآثار الكبير دكتور زاهي حواس.